خلاص جبت البنت وصل واحمد ابو هشيم الاهلاوي جاب الحديد وحسن راتب الاهلاوي جاب الاسمنت ومحمد حنين الاهلاوي جاب السيراميك بتاع النادي خلاص يعني حاجه تكسب مش كده والله انا بكسب لكم والله العظيم بكسب لكم خلاص انا بشكرهم جدا وده بياكد بقى في الشاهلي والزمالك الناس بتدعم النادي الوحيد اللي كان هيروح ضحيه الحاج الجرح بعت لنا ابن وزير الانتخابات فبعت الحديد بتاع المسجد فالدنيا اتقلبت ازاي فراح شبير قال له يا اخي قال له محمد ابنه نجح على ما اعتقد يعني ده مسجد بيت ربنا تمام فين الزملكاويه فين اللي عرفني يا جمهور الزمالك يا محترم يا اللي بالملايين كل اللي بتشوفوهم في الاعلام بيقولوا انهم زملكاويه ملوش علاقه بالزمالك بس بينتحي ويقعد ينتقد ويتفلسف